السلام عليكم، دايرين؟ لاباس عليكم، بخير. نتمنى من الله تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال اليوم اختاريتو لكم كيفاش دير قلب السياره ما عندكش مع الميكانيك، ما كتفهمش لا ميكانيك. هذا الفيديو هذا لخص لك فيه كل شيء. بغيتي تشري سياره مستعمله وما عارفش كيفاش دير قلب الشاصي ديال هذه السياره، هذه واش دايره شي حديث، واش دايره شي كسيده، او الشاصي ديالها معاود. بزاف ديال الحوايج غادي تلقاوهم في هذا الفيديو ان شاء الله. سيروا شوفوا الفيديو ودعيو معايا بشي دعوه ديال الله. مقسومه اولا كنجيو كنحيدوا هاد الجوانات، كنحيدوا هاد الجوان هكا. اجي لهنا. بغيتي تمشي تشوف الفيديو قبل ما تمشي، ابونا، سير ابونا القناه وفعل زر الجرس وشوف. بزاف ديال الفيديوهات درتهم موجودين في هاد القناه حول الميكانيك، المقارنه بين السيارات، شنو هو الفرق بين المازوط وليسونس، وكثير ديال الاشياء. هاد بزاف الفيديوهات كاينين هنا غادي ينفعوك، حيت هاد القناه هادي ملي فتحتها قناه تعليميه ليكم نتوما وبكم نتوما باش غادي يطلع. والله يعاون. اول حاجه كنجيو خلف السياره بثلاثة متر هكا، وتكون شي ارض تكون مواطيه خلف السياره. كنشوفو في الحروب من لهنا ومن لهنا، كنشوفو السياره القفه ديالها كيفاش دايره، واش مقاده. كنجيو لهاد الجهه من لهنا، كنطلعو على هاد الجناب السياره الطوله ديالها كيفاش دايره. كنجيو عاوتاني عاود من هاد الجنب هذا الاخر، نشوفو عاوتاني هنا. هذه اول خطوه. نفس الشيء من القدام، من القدام ما كاينش كيفاش غادي ندير نصورو، حيت كاين باب، كاين الباب ما كاينش تماك اتساع. نفس الشيء كديرو، خص البيبان يكونوا مسدودين. الخطوه الثانيه غادي نجيو كنقربو هنا وكنحضروا، كنمشيو مع هاد السبيكه هادي اللي كاينه، كنشوفوا البيبان اللي كيكونوا مسدودين واش كاين شي عوجيه او لا، يعني واش البيبان في بلايصهم. نفس الشيء عاوتاني كنديروه في الجهه الاخرى، نمشيو مع هاد الحروف، سواء فيها حرف سواء ما فيهاش، غادي تبان لك العوجيه اللي كانت في الباب. والثالث شيء السقف كنضربوا عليه هكا طليله، كنشوفوه كيفاش غادي، واش معوش، واش ما مضروبش. كنجيو لهاد الركايز هادو ديال السقف، كنشوفوا معاهم الطوله ديالهم كيفاش داير. الرابع خطوه اما شنو هي، كنجيو كنحلوا البيبان وكنسمعوا الحله ديال الباب كيفاش دايره هكذا، وكنسدو الباب نعاود نحلوه. كنجيو للباب اللوراني نفس الشيء، نسدوه ونحلوه، كنسمعوا سداد الباب كيفاش داير. كنجيو للسواري ديال السيارة، كنجيو لهادو، هاد السواري هادو هما اللي عليهم الاساس. هادو كنشوفوه، كنشوفوا هاد السواري مزيان من لهنا، من الارض، من الارض نشوفوا هاد الشيء هذا مزيان هنا، واش ما فيهش شي ضربه، واش ما فيهش شي ضربه. من لهنا كيبان مزيان، نهبطوا معاه هكذا، نهبطوا معاه هكذا حتى لهاد البلاصه هذه اللي شاده الباب من لهنا، واش ما فيهاش شي ضربه، واش ما فيهاش شي عوجيه، يعني كصيده او شي حاجه. نجيو للجهه اللورانيه حتى هي، نفس الشيء اللي درناه تما، كنشوفوه مزيان، دا مزيان، ما فيه لا ضربه لا حتى حاجه. كيفاش غنعرفوا دابا واش مقسومه او لا؟ كنجيو كنحيدوا هاد الجوانات، كنحيدوا هاد الجوان هكا. هكذا كما كتشوفوا راه كيتحيد. كنشوفوا هنا السبيكه هذه، خص يكونوا هاد لي بوين هادو، هاد لي بوين هادو كما كتشوفوا معايا هنا، ده هو الصدور ديال الشركه، ما كيكونش مضروب او مقطع. التقطيعه راه كتكون باينه، كتلقى الحديد طالع للحديد، وين الصدور العرب راه باين. وهنا بهالطريقه كتبان لك الصبغه واش معاوده او ماشي، ما كتقارن، تقارن في هاد البلاصه هنا كتقارن، واخا يكون حرايف في صبغه كتبان. انت كتشوف هكا مزيان، كتجي عاوتاني عاود كتدخل لداخل كتشوف من لهنا كولوم لي بوين ديال الشركه. دابا هاد الشيء هذا ساليناه. كنجيو للبيبان، كنشدو الباب هكذا بجوج يدين، يد هنا كتشدو بيد من لهنا، والباب كطلع وتهب، كتشوف واش فيه شي هزان، واش فيه شي هزان او لا. الشيء الاخر اللي غادي نعرفوه، غادي نجيو من اللور غادي نضربو طليله لتحت، كنجيو هكا بالعين المجرده كنضربو طليله ها من لهنا، كتبان لينا مزيان. كندخلو تحت السياره كنطلعو على لي مونتيسور، كنشوفوهم مزيان، نشوفو هكا واش ما مفرقعينش، كطيح منهم الزيت، يعني لي مونتيسور ميتين. كنطلعو على الرسول، الرسول كنشوفوه واش مزيان، واش خارج من بلاصتو او لا. هادشي هذا كندوزو عليه هكا، كنشوف واش كاين شي تقرقيب. نفس الشيء غديروه على الرويضه الاخرى. كنجيو كنشوفو، كنشوفو الديسكات واش مزيانين، واش ما فيهمش، فيهم شي تهراس، واش ما مشقوقينش. كنجيو كنطلعو من لهنا من لتحت، كنشوفو لي بار ديال الطوموبيل اللي كيكونوا من لهنايا، واش مضروبين، واش مهرسين او لا. كندخلو عاوتاني عاود تحت السياره، اذا كانت عندك السياره دفع رباعي او دفع خلفي او كيف ما كان، كنجيو هنا لهذا الدرايف شافت هذا هو، كنزهزمو كنسمعو، يعني الا درتي له هكا راه عادي غتسمع التقرقيب، ما خصناش نسمعو التقرقيب هكا طق 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 طق. هاد الرونديلات هادو ميكونوش ميتين. كنمشيو للديفرنس، نمشيو للديفرنس، الديفرنس هذا هو، كنطلعو عليه ما كيقطرش الزيت، ما مهرش، ما مضروبش، مزيان. نضربو طليله على هاد السلسول هذا اللي قابض لينا السياره من ما مضروب، ما حتى شي حاجه، مزيان. نضربو طليله او الفيتاس، كنشوفو الجير بوكس واش ما كيطيحش شي زيت، مزيان. كارتي ما مضروبش لتحت، مزيان، ناضي مزيان. كنشوفو حتى هاد العصيه هادي عاود، هاد الدرايف شافت ديال القدام ما فيهش تزازيع، مزيان. كنشوفو داك العصا ديال التوازن ما فيه لا ضربه لا والو. شنو كيبقى لينا دابا؟ كيبقى لينا نمشيو نقلبو الجهه ديال ديك الرويضه
ملهيه وملهنا. كنجيو عاوتاني عاود هنا من قدام كنشوفوا الديسكات هنايا واش ما مشقوقينش واش ما مضروبينش، ما فيهم لا تهراس لا ضرب لا والو. كنشوفوا هاد لي مونتيسور هادو واش ما كيخرجوش الزيت، ما كيخرجوش الزيت راه مزيان. كنجيو هنا كنشوفوا هنا هاد الكاردات هادو ما فيهمش التقرقيب مزيانين، هذا ديال الديريكسيون ما كيتقرقبش مزيان. نفس الشيء غديروا على الجهه الاخرى عاوتاني. باش غادي نديروا غادي نحلوا داك مولاي الكابو. بعد ما حلينا الكابو كنشوفوا هاد البلايص هادو، هاد البلايص هادو ملي كتكون قصيده راه كتكون باين. كنشوفوا هنا هنا راه كتكون باينه، انا راه عندي فيها واحد الضربه في الجهه الاخرى انتم ما غتبان لكم، الضربه راه كتكون باين. ولكن الاهم اللي كيكون في في السياره هو الركايز اللي كيهزوا الموتور. هادو خاصك تطلع عليهم ما يكونوش عوجين. هادو الا كلاو الضربه هادو وهادو ديال لي مونتيسور الا تمشيو كلاو الضربه الطوموبيل ما صالحاش. كتجي كطلع عاود من الجهه الاخرى الركايز هادو مزيانين بخير عليهم، تلقى كلشي ناضي. هادشي هذا هو اللي كاين. كتحل الكوفر كتشوف الطابله كتجي هكا كطل كتشوف هنا الطابله هذه من لهنا كتشوفها واش ما مضروباش واش ما عوجاش. ها هي كيف ما كتبان لكم هكذا كتشوف من لهنا واش ماشي عوجه، وكتشوف عاوتاني عاود هنايا في هذه الجهه هذه كتشوف هنا هذه ما مضروباش، كتشوف ليه واش ما عوجاش. صافي هنا كتعرفها باللي بانها ما دايراش قصيد. من لهنا من لهنا الحمد لله كتبان ليك، كتلقى سيارتك ما مقصوبه ما مضروبه من اللور ما حتى شي حاجه، يعني ما كاين لا قصيده لا والو. وصلنا للنهايه ديال الفيديو الخوت، كنتمنى من الله يكون هذا الفيديو هذا عجبكم. وبالنسبه اللي بغى يقلب المحرك ديال السياره ويشوف الارقام ديال الشاصي نتاع السياره فدرت عليهم فيديوهات اخرين، غادي تلقاو اما الرابط هنا اما في الصندوق ديال الوصف. والى اللقاء حتى الفيديو جديد.